يا هلا وسهلا فيكم جميعا. هذه أول مرة الماركت حقي، الحمد لله رب العالمين. خلصنا تقريبا طاولة، مستعدين للبيع. وهذه الأغراض اللي عندنا متوفرة حاليا والأسعار عليهم. عندنا شكل دوناتات هني زي الألعاب، حلزونات، شبابيص من الكروشيه عملناها ب12 ريال الحبة. هذا يجي طقم فستان للبيبي، هذا فستان شتوي والشتا جاي، يجي مع الحوت، مع هذه حقة الراس، I'm cute. وعندنا هنا بطاريق، هذا الكبير ب40، وهذه ب35، عيانها تتحرك. عندنا شبابيص للشعر، ميداليات ب10، وعندنا حوت هنا صغار طشاشون ب21 ريال، يصير ميدالية أو لعبة للأطفال. أوكي، طوابع الحبة ب4 ريال في أنواع. وهذا الفستان الجميل اللي حاليا قاعد شغال عليه، قريب يخلص ب170. ايضا طقم يجي الفستان للبيبي، وهذا يجي وياه ميدالية صغيرة كذا حق الماما تستانس عليه. وقريب يخلص الجوتي، مصير جوتي صغير بقى عليه بس اسكره، والوردة بس حبيت اصوره اوريكم يعني. طبعا ركبناها ايضا. And this baby set is all finished. وعدنا هنا مسابيح أنواع، هذا هو بالعقيق ب40 ريال. وعدنا هنا 2 ب21، وديلين ب10. وعدنا هنا أساور صغار أيضا عندكم ب21 ريال، هذا ب5 حق البيبي، وهذه ب10 ريال تعليقة، تعليقة سيارة ب21 ريال لأن فيها أحجار كريمة زي ما تشوفوا. وعندنا هنا دجاجات صغار ب21 ريال الحبة الواحدة هذه، ويجي وياها بيضة، وهاي الصغيرة يجي وياها بيضة أيضا، هذه ب15 صغيرة ويجي وياها بيضة. الكبيرة تجي وياها بيضتين، والصغار تجي وياها بيضة واحدة. هذه الدجاجة الكبيرة زي ما تشوفوا ب40. وعندنا الجيلي فيش ب35 ريال، عندي حبتين منها. وعندنا ذيلين الريز يسموهم بالجلينزي ب21 ريال الحبة كده، كيوت للصغير، يصير ميدالية طبعا أو لعبة. وعندنا هنا بطاريق أيضا ب21 ريال، بطاريق صغار كيوت. أوكي، وعندنا هنا هذه مرة حلوة، الواحدة ب8 ريال حق الدفاتر، علامات في أنواع وأشكال، عندنا دباب، أرانب، قطط. وهنا عندنا هذه تلزقوها على عند اللمبة، على اللمبة ب12 ريال، في تقريبا 4 قطع لو 5 حبات تقريبا، تلزقوهم وتحطوا الليت عليه ويولع عليكم في الليل. وهذه طبعا الدمية ب150 ريال، لعبة آني إذا تتابعوني تشوف شفتوها من قبل، موجودة 150 ريال تقريبا، هي أغلى لعبة حاليا موجودة لأن أخذت وقت ما شاء الله. وهذه لين الحبة على 21 ريال، لكن هذه الصغيرة ب15 ل21 ريال الحبة للعائلة الكريمة. وهاي القرش أيضا 21 ريال، شوفوا الديتيلز. وهذين الأخطبوطات الواحدة ب15 ريال للصغار، عندكم هاي الصغيرة وبهذه
21 الكبيرة الماما من الوردة، وتقريبا هذا هو اللي متوفر حاليا، فلحقوا عليهم اللي يحبهم اللي يريد يطلبهم. تقدروا تستلموه وتاخذونه، او نقدر نسلم عليكم بالمندوب. هذه الزلاحف، وعندنا هنا ايضا شبابيس النجوم ب12 ريال، وهذه فرانس ايضا هذه ب10 ريال حق الشعر يحطوا عليها الشعر. ف اكتبوا لنا التعاليق وش اللي عجبكم اكثر شيء، وسووا لنا فولو ولايك وشير. شكرا للمتابعة، مع السلامة. صراحة احلى شيء هذا عجبني. وطبعا ما ننسى الدادوة والألعاب هذه الكيوت، ونراكم في فيديو آخر. مع السلامة.